النتيجة التعادل 0-0 بين بلدية نفط العاصمة وكيميائي وهران. جمعية بلباس أبيض وأخضر، البلدية بلباس أخضر وأحمر. محيوس تلقى الفجاح، مليحة مليحة المحاولة. بالحاج يوصل على الكرة، تمريرة ذكية والهدف. أول هدف، يا سلام، كان هدف رائع رائع. تمريرة ذكية من بالحاج لتسفوت رقم 8 اللي يوجد الثغرة المناسبة ويسجل الهدف. شوف التمريرة تاع بالحاج، تمريرة ذكية لتسفوت اللي كان كذلك ذكي في إسكان هذه الشباك. بلموا في تنفيذ الركنية، وبوسري عدل النتيجة، وبوسري عدل النتيجة. كل روعة بعد إخفاق الدفاع في إخراج الكرة من المنطقة. يوزعها لي بلمو، زالت عنده الكرة بلمو، يراوغ يفتح في اتجاه بن شيخ. بوسري والهدف الثاني، والهدف الثاني من بوسري. يا سلام، كان فرصة رائعة. ويسجل تسفوت بكل روعة، كل روعة الكرة تمشي في جهة وأيت مهوب. مريرة في اتجاه الهجوم، بالخيرة يخرج الكرة. وبويش مازالت عنده الكرة، لا قصها له بالنرم، لا مازالت عنده الكرة بويش. والهدف الثالث، الهدف الثالث من بن شيخ. حقيقة توزيعة ذكية، ذكية و يعدل النتيجة، يعدل النتيجة، يعدلها الفجاح بعد ما زنير غالط الحارس تاعو، بعد ما زنير غالط ايت موهوب. حقيقة مهرجان نتاع اهداف، ست اهداف كاملة، ست اهداف كاملة. بويش وبن شيخ، والهدف الرابع، الهدف الرابع الغير منتظر. توزيعة ذكية من بن شيخ و ضربة رأسية من بلمو، والهدف الرابع. راح ناخذ بعض انطباعات اللاعبين بعد تسليم الكأس، إذا كان استطعنا فرندي الحماس و تدفق تاع المتفرجين في الملعب في انتظار تسليم الكأس من طرف الأخ رئيس الجمهورية. إذن سيادة رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب يسلم كأس الجمهورية لزمير قائد بلدية نفط العاصمة اللي يفوز بها للمرة الرابعة. زمير اللي كان شارك ثلاث مرات في كأس الجمهورية، وهذه المرة الرابعة اللي يفوز بها. والفائز في اللقاء هذا هو الروح الرياضية والمستوى الجيد نتاع اللعب اللي ظهروا به الفريقين. هكذا يهني رئيس الجمهورية اللاعبين. اسمع
الحل يعتبر صانع انتصار المولودية اليوم. وش هي انطباعاتك باللمو؟ سجلت الهدف الرابع، يعني هدف انتصار. نعم، كان الهدف اللي جاء مفاجأة، اللي كان بعيوناتنا يعني الشوط الأول كنا يعني ملاح ملاح. يعني ديات انتصار في الوقت اللي كنتوا فايزين، اضطريتوا باش تلعبوا الوقت الإضافي. نعم، بس كنا ضامنين خلاص. أنا راك فرحان بزاف. نعم. صح، شكرا. هي الكرة الجزائرية والمستوى الفني الجيد واللي نتمنى يزيد يستمر.